ده السطر رقم 70. هتنقل بمزلقة في فراغ 3 سلاسل، وهرتفع سلسلة، وهعمل في الفراغ ده 3 حشو، 1 2 3، 3 حشو. هرتفع سلسلة، عندي بريدين 2 اماميين، فوق اول واحد هعمل بريد بلفة، فوق التاني هعمل بريدين 2، 1 2، تمام. طيب اول فراغ سلسلة عندي هعمل فيه حشو، بعده سلسلة، الفراغ اللي بعده هعمل فيه حشو، بعده سلسلة، وهكذا لحد اخر فراغ اعمل فيه حشو، سلسلة حشو، سلسلة حشو، سلسلة حشو، سلسلة حشو، تمام. ده اخر فراغ عندي. طيب اول بريد يقابلني بعد كده هعمل فوقيه بريدين 2، 1 2، والبريد التاني هعمل فوقيه بريد 1، سلسلة هعمل 3 حشو في فراغ 3 سلاسل اللي بعد كده، 1 2 3، مباشرة في فراغ السلسلة اللي ما بين العمودين اللي بلفتين هعمل هنا حشو فراغ السلسلة الواحد اللي ما بينهم، مباشرة اتنقل لي فراغ 3 سلاسل واعمل 3 حشو، 1 2 3، تمام. ده بطرون السطر بتاعي. هنكرره تاني، سلسلة، بريد فوق اول بريد، بريدين 2 فوق البريد التاني، 1 2، حشو في اول فراغ سلسلة، بعده سلسلة، حشو في تاني فراغ، بعده سلسلة. انا عندي 7 حشو، تمام. ما بين كل حشو والحشو اللي بعده في فراغ سلسلة، ده تالت حشو سلسلة، الرابع سلسلة، الخامس سلسلة، السادس سلسلة، ده الفراغ الثامن بعمل فيه حشو. اول بريد هعمل فوقيه بريدين 2، 1 2، البريد الثاني بعمل فوقيه بريد 1، انا هنا عندي 3 بريد، سلسلة، 3 حشو في فراغ 3 سلاسل، 1 2 3، حشو في فراغ السلسلة الواحد، 3 حشو في فراغ 3 سلاسل اللي بعد كده، وكرر بطروني مرة تانية، 1 2 3، سلسلة، وكرر البطرون بتاعي، تمام. خلص السطر ونرجع تاني.